بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جميلة خاصة عن كيفية حل الديلوج، ونوضح كل خطوة كده بالراحة على بالنا. الخط السادس الابتدائي اللي هو مدارس رسمية لغات. طبعا معايا طالب مميز مصطفى، ونبتدي مع بعض. هو اللي يحل وهو اللي يتكلم عليه بحيث يبقى الحصة بتاعته. إن شاء الله كده شباب طبعا شوية ماشي. اتفضل. حبيبي السؤال الأول حبيبي بيقول supply the missing parties in the following day. فاذر بيكلم رانيا بيقول لها هابي بيرثداي مريم. إذا إذن إز إت جريت إز إت جريت Is it great? قال له yes it is. مادام هنا في yes it is بعمل المقص، يبقى اقول is it. يبقى اقول yes it is، يبقى سؤال ايه؟ is it عندك فوق اهو، يبقى is it great. Is it great? Thank you father. طب هو عايز سؤال للاجابه I am going to learn how to fight. سؤال what are you going to do؟ يبقى what are you going to do؟ ماذا سوف تفعل؟ لان ليرن هنا يعني هتعلم، يبقى اقول ممكن نشيلها ونحط دو واقول وات. ما دام هنا في تايب هطبع او هكتب، يبقى اقول وات عشان اشياء مثلا وات، واعمل مقص يبقى وات ار يو، لان عين تحول ار يو، يبقى وات ار يو جوينج تو دو. عايز سؤال قال له نو ات از سو ايزي. تمام، عشان هنا في نو مفيش نوت، يبقى اقول هحول ايزي الى دقت. حول ايزي الى كما جاي مظبوط كده، يبقى اقول از ات دقت. طيب نيجي اللي بعده، السؤال اللي بعده وات ايلس ويل يو دو اون ات. الاجابه اي دو ايه بقى؟ chat with my Eva. What else you do? أقول I do وكمل الإجابة موجودة. Eva I do. طيب هنيجي القطعة الثانية، نكبر شوية كده الباراجراف الثاني. ما بتكلم الشوب كيبر good morning young lady can I help you؟ Yes, please, I want a dress. يبقى مول can you help, can I help you, هل من المساعدة؟ أقول له yes please. ها I want a dress, I need a dress, I would you like a dress. يبقى عندك هنا ممكن كذا طريقة. أنت قلت I need أو I want I want أو I would like to buy a dress. What color؟ ما لونها؟ red. يبقى red. طب why red؟ because red هتلاقيها تحت كده موجودة، شايفها؟ في الجملة اللي هي red. يبقى جبت red من الكولر، جبتها من نفس القطعة، ما جبتهاش كولر من دماغي. يبقى what color ما لونها؟ أقول كده red. ليه؟ مكتوب here are some good dresses and they are all red. طبعا الخط مش باين قوي، معلش مش شايفه قوي. طيب لها هتقول I like this one، عايزه هذا، بحب هذا. ده عايز سؤال how much is it، بكام؟ هتسأل بكام؟ هقول لها 250 pounds. طب نفترض انا ناسي كلمة بكام، اللي هي how much is it. اقول له how much does it cost، تكلفة كام؟ تكلفة كام؟ يبقى عندك نوعين من الأسئلة بتاعة التكلفة، يا إما how much does it cost أو how much is it. أوكي؟ طيب نيجي من بعديها، قالوا you can pay at the cash، يعني بص بيقول له ادفع عند الكاش، بس عايز مكان. Where can I pay؟ Where can I be? هدفع فين؟ Where can I be؟ كلمة be يدفع.
طب بيج دي اكثر من معنى، لا اما يدفع او لا اما خليج، ماشي؟ اه ولكن باي يشتري دي حاجه تانيه، لكن بي هنا بمعنى يدفع، ماشي؟ يبقى اقول وير كان واعمل الماس، يو كان تتحول كان يو، ماشي؟ يبقى وير كان يو بي. هنيجي نبص على القطعة الثانية. لا كده مش مشكلة. مها هي دي اللي خدناها والله. اه دي أجمل من الثانية مش كده؟ يبقى دي هي دي اللي خدناها من شوية. بصوا حتى الإجابة موجودة باينة أهي، الحمد لله. ماشي خلاص، وهتراجع عليها مرة تاني كده. جود مورنينج جود مورنينج يونج ليدي، كان أي هيلب يو بليز بليز. الإجابة قلت إيه؟ أي Yes, I want a dress, or I need a dress, or I would like to buy a dress. كل تلاتة يمشوا. What color؟ هجيب الكلر من تحت، يبقى red، يبقى ده لونها red. Here are some good dresses and they are all red. I like this one. أحب هذا. How much is it؟ وأسأل السؤال how much is it or how much does it cost؟ هذا 200 $50. بعدين هنقول يو كان بي، يبقى عند المكان، يبقى اقول سؤال ايه يا مصطفى؟ يبقى وير كان اي بي؟ وير كان اي بي؟ بي وير كان اي بي. طيب نيجي للقطعة اللي بعديها. خلاص مش مشكلة، يلا. مارك بيقول، مارك بيقول what your first language؟ German. طب السؤال ده not second language؟ يبقى what ايه؟ what's your second language؟ What's your second language or English? But I started learning it when I was 6. يبقى السؤال هيبقى when did you start learning؟ هنا بص يقول، يبقى اقول when، متى، وهو did عشان هنا started اخرها ايدي، يبقى اشيل الايدي واسال بديد، يبقى اقول when did، والاي تتحول يو، يبقى when did you start، ماشي؟ learning تحدد، خلاص خدنا وين اللي هي في نص الجمله سالنا بيها سؤال، لان وين بمعنى متى او ايه عندما، خلاص هنا في الجمله بمعنى عندما، لكن هيجيبها في السؤال بمعنى ايه متى، خلاص يبقى وين did you start learning. طيب can you read English easily؟ قال له yes I can read short books. can you write؟ طب نقف بقى كده، سوري الجزء الثاني. قال له yes I can but only short letters. يبقى السؤال اللي احنا عايزين نقوله اللي هو بيقول ايه؟ can you write willing English؟ ماشي خلاص، يبقى can you read English easily؟ قال له yes I can read short books but I can't. I can't see I can't see read different ones. طب السؤال بقى هنا هيقول له can you write English well؟ can you write English well؟ قال له الإجابة yes I can، موجودة اهي. يبقى yes I can yes I can only yes I can but only shortly but only shortly. طب بيتر هيقول نو اي دونت اي تراي تو ليرن. يبقى دو يو سبيك ايه؟ اني اذر لانجويج، موجوده اهي. دو يو سبيك اني اذر لانجويج، هنشوفها عليها كده اهي، موجوده فوق اهي. اني اذر لانجويج، دو يو سبيك اني اذر لانجويج، هنقول ايه؟ نو اي دونت. وبعدين يقول له اي تراي تو ليرن
ماشي ويكمل. طيب يبقى هنا بنقول خلاص ازاي انت بتحاول تحل الدايلوج سهل جدا جدا ممكن بطريقه مميزه زي ما انت شايف كده. هناخد السؤال رقم 13 هو دوت. هاي طيب نبص عليه كده. هاي فريد. هاي فريد وير وير يو during the break. مادام في هنا وير 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 شيل الوير الاولانيه واعمل ماست يبقى اي ووز. يبقى اي ووز ان اي ووز ان ذا سكول لايبرري. تمام. في بقى راح سكول لايبرري عرفت ازاي؟ هتلاقيها من تحت. هو ليه ازاي راح هو عرفنا ازاي ان هو راح مكتبه المدرسه؟ ان انا عرفتها من تحت اللي هي تكمله للدايلوج اللي هي او ديد يو بورو اني بوكس. بس كلمة بورو يعني هنا يستعير يستلف خلاص او يستعير هيستلف كتب. طب هيستعير كتب هيستعيرها منين؟ يبقى اكيد من لايبر المكتبة ماشي. يبقى هو كده عارفين المكتبة. طيب يبقى no I didn't but I read an interesting one. السؤال هيقول له it was about a endangered in a in a dangerous animal in the world. إذا سؤال إيه؟ سؤال هي هيبقى سؤال what was it about. About. يبقى الكتب اللي هيقراها دي عن إيه؟ الكتب اللي هيقراها عن إيه؟ يبقى what was it about. يعني الكتب دي عن إيه؟ قال له it was about endangered animals in the world. طب الجملة هتقول yes it was. مدام في هنا يس بعمل ماست سهل جدا يبقى was it very interesting. يبقى هنا سهل جدا اقول was it very interesting. قال له yes it was very interesting. طب نيجي للسؤال الاخير اللي هو وليد بيتكلم فريد بيقول له I will ايه؟ قال له no you can't borrow. borrow tomorrow. يبقى I will borrow tomorrow. انا سوف ايه اسأله. قال له no you can't borrow tomorrow. ليه؟ because yeah, it is for reading only. for reading. يبقى في كتب كده قراءة كده. الحصة تقريبا في حاجة أخيرة. سؤال رقم هنا بيقول سعاد بيتكلم عاطف I want to be a fireman. عايز ابقى ايه؟ fireman. رجل مطافي. what مطافي. when I grow up لما اكبر. what do you want to be ماذا تريد ان تكون لما تكبر يعني؟ يبقى what ها do you want. طب جينا جبنا دو منين يا مصطفى؟ عشان هنا want مصدر. ما دام مصدر اسال بدو يبقى what do you want to be ها when you grow up. ماشي؟ لو كنت اشتغلت عشان كده يبقى اقول what do you want to be when you grow up. شلت a fireman عشان شلت a fireman وسألت بيه what. ماشي؟ خلاص؟ وجينا عند اول الجملة وقلت I want هنا want مصدر اسأل بدو اوكي؟ والاي تحول يو يبقى what do you وكمل want to be ماشي when you grow up. بط هنا بيقول بط ولكن وعندك بقية الجملة بتقول ايه yes I know it is very dangerous but I like it. but is it very dangerous job. but I هنا بيقول yes مادام في yes هشيل I know خالص ماشي واعمل ماس يبقى is it very dangerous job. هل هي وظيفة صعبة أو خطرة؟ قال له يس
I know. أنا أعرف. It is very dangerous. But I like it. أنا بحبها. طب نيجي للسؤال. Because I will help to save people. ها؟ people's lives. Why do like it? Why do you like ليه بتحبها؟ Why is Why do you like it? أنت ليه بتحبها؟ قالوا because. هنا because السؤال بتاع why. ماشي؟ وبيقول أنا سوف أساعد الإيه؟ ها؟ أو أنقذ الناس. أو أنقذ حياة الناس. يبقى أقول why. يبقى أقول why do you like it؟ ماشي؟ أو why do you want to be a fireman؟ ليه عايز تكون fireman؟ آخر سؤال. ماشي؟ I would like to be a nurse. عايز أكون مريض. قال well, a nurse is a great job. Two answers. يبقى سعيد عايز تبقى nurse. والراجل التاني عايز وعاطف عايز يكون fireman. ماشي؟ ان عاطف راجل اذا فايرمان للرجاله وفايرمان للسيدات والنفس للسيدات. لا ممكن يبقى نفس راجل مرض يبقى نفس. دي معلومه بقى جديده ان ممكن تطلق كلمه نفس على ممرض وممرض. تخيل بقى معلومه برضو اول مره كنت يعني يمكن اسمع عن عاطف النفس الممرض في العمر. طلع اسم مرض نيرس مرض هاكر. فطلع ان فعلا نيرس يعني مرض. ثانك يو. شكرا على المشاهدة والحلقة الجميلة دي. طبعا احنا بنحاول نخدم الوقت ضيق الامتحانات داخلة. معلش احنا بنصارع شوية. يا ريت لو انت مش فاهم قوي عيد تاني الدايلوج والفيديو بحيث ان انت تفهم بعض الخطوات المهمه والمهمه اللي ممكن تفيدك. شكرا. معكم مستر نور ومصطفى. جميل. تحب تقول حاجه؟ لا شكرا. ان شاء الله نوصل لكم فيديوهات كل جديد. شكرا. باذن الله اشوفكم في اي حاجه رمضان. نحب ان انتم تكونوا بقى صادمين كده زي مصطفى. عيني ما شاء الله عليه عادي عيني صايد مش قادر على احمد مش كده يا مصطفى؟ بعد السنة الثانية ما تفطرش؟ هفطر وعندي صلاة التراويح. الله يسعدك. نعمل ان انتم تكونوا اسعدتوا بالحلقة معانا. نشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى نور ومصطفى.